أيها الزملاء، بعد المناقشة التي حدثت على مجموعة رابطة أمراض جراحة الصدر حول ترافق مرض الكوفيد 19 مع نيموثوراكس أو حدوث نيموثوراكس كاختلاط لمرض الكوفيد 19، الحقيقة أعرض حالي سريرية أنا شفتها وعالجتها، ولح استعدت شوي الميكانيزم تبع حدوث الريح الصدرية بمريض الكورونا. فالسؤال اللي بيطرح نفسه، هل يختلط مرض الكوفيد 19 بريح صدرية عفوية؟ حقيقة حأعرض الحالة، هي عبارة عن مريض عمره 50 سنة، عمره 70 سنة، غير مدخن، كان شكوى رئيسية طبعا ضيق نفس، ما عنده سوابق مرضية، معناته هو ما هو سي او بي دي، ولا هو انفيزيما، ولا هو في شي سوابق لإحداث ريح صدرية ثانوية. القصة المرضية انه شكى من حمى وقشعريرة مع ضيق نفس وتعب شديد، بدأ قبل 3 أسابيع من المراجعة، استمرت الحرارة 4 أيام وزالت، واستمرت باقي الأعراض، يعني تم عنده المريض شيء من ضيق النفس وتعب شديد. عمل صورة الصدر وقتها وظهرت علامات الكوفيد، ولكن دون علامات لريح صدرية. أخذ كل الأدوية التي توصف للكورونا حقيقة، وبعد أسبوع من بداية الأعراض شكى من ألم صدري أيسر، يعني أسبوعين قبل ما يراجعنا، مما جعله يجري صور الصدر وطبق محوري، اللذان صور الصدر وطبق أظهر ريح صدرية يسرى متوسطة الحجم، إضافة لعلامات الكورونا الشعاعية الوصفية. طبعا أجريت له تفجير صدر اعتيادي فتحسنت الزلة التنفسية. هي صورة المريض، واضح بالأيمن على الأقل علامات الكوفيد، وواضح أنه ريح صدرية متوسطة الحجم في الجهة اليسرى والرئة المخموصة بهالمكان هذا. حقيقة إذا طلعنا على اختلاطات الريح الصدرية، اختلاطات الكوفيد 19، وهي اختلاطات معظمها يعني داخلية، وعادة أنا لا أتطرق إلى هذه الأمور من ذات الرئة والقصور التنفسي والأذيات القلبية واضطرابات النظم والصدمة والاضطراب الوظيفة الكبدية والكلوية والأعراض الهضمية والأعراض الخثرية والبنكرياتيس إنجوري وما شابه. حياة كلها اختلاطات داخلية معروفة عند معظم الزملاء، ولكن أنا فقط استعرضت ريح صدرية لأنها لها علاقة بالجراحة الصدرية. عندما طلعت على الميكانيزم تبع الريح الصدرية، الحقيقة نحن واجهتنا كثير، واجهتكم أنتم كمان، ريح صدرية عفوية ناتجة عند المريض موضوع على التنفس الصناعي، وهي شائعة جدا حتى، ويعزى الأمر إلى زيادة الضغط داخل الصدر وانفتاح أحد الأسناخ إلى الجنب وحدوث الريح الصدرية، ولكن أنا لا أتكلم عن هذا. الحقيقة هذا ممكن يكون السبب هو المنفسة واختلاطاتها المعروفة. أتكلم عند المريض اللي لم يوضع تنفس اصطناعي ولا يتعرض للضغط العالي، فتعزى آلية حدوث الريح الصدرية عند هؤلاء المرضى إلى الالتهاب الشديد severe inflammation، أو إلى أزية بارنشيمية بنقص التروية كخثار أو سمة أو ما شابه، ومعظم الحالات بعد زمن طويل من العلاج، يعني معظمهم دون 2 أسابيع من الإصابة بالكوفيد 19 عم يتطور عندهم ريح صدرية. إذا في عنا اجتماع severe inflammation or ischemic parenchymal destruction لفترة من الزمن، قد تكون 2 أو 3، يؤدي إلى حدوث الريح الصدرية. إذن هذه الأذية البرانشيمية الرئوية ممكن تسبب ما نسبة تصل إلى قريب 1% من حالات الكوفيد 19. إذن حالات كوفيد 19 في نسبة تصل إلى، في بعض
الدراسات 9 من 1000 أو ما شابه، يعني إلى حدود أقل من 1% تحدث إلح صدري عند مريض مصاب بالكوفيد 19. وغير الريح الصدريه ممكن، طبعا ممكن يروح يكون ريح صدريه، ممكن يكون ريح منصفيه، وممكن تروح يكون حيا حدوث فقاعه هوائيه او ما يسمى نيماتوسيل كمان ناتجه عن احد الاليات المذكوره المرافقه للكوفيد 19. هلا اذا استعرضنا شوي اسباب الريح الصدريه عموما، فاول كل بتجي يمكن على القائمه هي تروماتيك بالرد الصدري المغلق والكليل يعني، والرد الصدري المفتوح وما ينتج عنه من حدوث ريح صدرية ردية. ثم يتروجينيك نيموثوراكس، وهي أيضا شائعة نسبيا، وهي تحدث ممكن تحدث طبعا بعد كل عملية جراحة صدرية، بعد عمليات تفجير الصدر ممكن تصير، ممكن تصير بعد خزعات الرئة، ممكن تصير بعد تركيب السي بي بي، ممكن تصير بعد إجراء بذل لسائل جنب وما شابه، وهي ليست قليلة. من الأسباب الأخرى طبعا اللي سميناها سيرجيكال هي النواسير القصبية الجنبية والنواسير المريئية الجنبية التي تعتبر جراحية، لأن العلاج شبحها في معظم الأحيان هو جراحي. ثم أخيرا السبونتينوس نيموثوراكس اللي هي طبعا بشكلين، شكلين البرايمري سبونتينوس نيموثوراكس البدئية والسكندري البدئية اللي بتعرفون مثل ما بتعرفوا انها بتصير عند الشباب النحيلين الطوال بنسبة اكثر من غيرهم، وهي بتكون سببها فقاعات على قمة الرئة تنفتح لتحدث الريح الصدرية. اما الريح الصدرية العفوية الثانوية السكندري سبونتينوس نيموثوراكس، وهي المعروفة على رأسها الأسما وسي او بي دي والانفيزيما، هن اللي يتصدروا الاسباب للريح الصدريه السكندري. سيستيك فيبروزيس هيستوسايتوزيس اكس وما شابه كذلك تلعب دور مهم. الاورام احيانا ممكن نلاقي ريح صدريه مرافقه لسرطان رئه، مرافقه لتبركلوزيس معروفه، للانفكشن عموما معروفه، وللكتامنيا الطمثيه معروفه. في بلادنا سجلنا وشفنا وكل انتم كلكم معظمكم شاف حالات هيداتيس سيست بكون هي سبب لريح صدريه، قد تكون ريح صدريه جزئيه او ريح صدريه شامله، او احيانا ريح صدريه ضاغطه، وشفنا حالات كثير ريح صدريه ضاغطه ناتجه عن الكيس المائي، وتكون عاده ريح صدريه الناتجه عن الكيس المائي معنده على التفجير، يعني نحط مفجر الصدر فبتم ما بتنتشر رئة، لأنه بيكون في ناسور قصبي كيسي جنبي وبكون واسع، وهي تتطلب تداخل جراحي عادة لعلاجها. هلأ اليوم عم نسجل حالة كوفيد 19 هي كسبب لريح صدرية، لأنه مريض اللي حدثت عنده، مريضنا لم يكن عن منفسي وما كان عنده أي من المؤهبات السابقة اللي تحدث ريح صدرية سكندري، فلحنا اعتبرنا أنه هي ناجية عن الكوفيد 19. هلا القصة بعلاج هذه الحالات، كان اذا حالة ناتجة عن كوفيد بدون مريض عن منفسة، فعادة علاجها مثل اي علاج صدرية بشس درينيج وتشفى في معظم الحالات، ولكن الحقيقة المشكلة عند المريض اذا كان طبعا لا ننسى انه المريض اللي هو كوفيد 19 وعنده ريح صدرية ونحن نعمل له تفجير صدر، الطاقم الطبي كله معرض ل لأنه ينصاب به بالكوفيد أثناء قيامه بالتفجير الصدر. طبعا هذا ما نحن نضطر له، لأن يعني بإذن الله تجاوزناه، ويعني وكل الزملاء ما حدا أصر بعلاج أي مريض بأي حالة، حتى بالتنظير أو بالعمليات أو ما شابه، كل الزملاء ساهموا لمرضى يعني وعالجوا مرضى مصابين بالكوفيد 19. هلا القصة انه المريض اذا على المنفس الحقيقة ونصاب بريح صدرية، وهي بتكون عادة يعني معندة، وهون الحقيقة التحدي الكبير ان الريح الصدرية يعني لا يعني تكون معندة، ومعظم الاحيان لا تشفى، وبحالات اخرى غير الكوفيد 19 عادة تكون ريفراكتوري، يعني ما لها عم يستجيب للداخل جراحيا، ومنستأصل جزء من الرئة او مخيط الناسور او من ايم الفقاعه اللي عملت ريح صدريه. اما بهالحاله هي حيث الاصابه الرئويه شديده
والنسيج الرئوي هش الحقيقة في تحدي كبير، وحد الآن بالعالم لم يبت هل هو استطاب لتداخل جراحي لخياطة الرئة المتمزقة المتنوسرة أم لا يوجد. لحد الآن حقيقة ما في توصيات في هذا الموضوع، ولكن عموما هذه الريح الصدرية عند المريض موجع المنفذ، خاصة إذا كانت حال طبعا المنفذ مع حالته سيئة. ما هو التدبير الأمثل؟ الحقيقة ما يزال هو يعني غير قابل للبت فيه لحد الآن بهالشكل. في موضوع آخر الحقيقة سوف أتطرق له لاحقا، هو هل تختلط الكوفيد 19 ببنيموناتوسيل بقيلة هوائية أو قيلة رئوية؟ الحقيقة ممكن نحكي فيه بجلسة أخرى إذا كان طبقنا لهذا الموضوع. بهالحالة هي أنا في الموقع دكتور بسام دار يوتيوب في عم نشوف توسع عن حالات الريح الصدرية اللي حابب كمان يطلع عليه الحقيقة. فمترككم الحقيقة بهالموقع إذا حابين نشوفوا أشياء إضافية في الجراحة الصدرية، وشكرا لكم زملائي.